والله يا معلم تيتي بدوي. نعمين يا استاذ دوله، هات لنا ثلاثه شاي. عناية دوله والنبي، انا عايز شاي بلبن بس هو غالي شويه. معلش يا ده رمز عيب يا يض. احنا عاملين النهارده بقى حلو الحمد لله. طول عمرك نازيه يا معلم عادل، تعيش وتصرف. تعيش وتشرب. السلام عليكم. اهلا اهلا، ازيك يا معلم خروف؟ ايه يا راجل، ما شفتكش من العيد الكبير اللي فات. تلاقيه كان هربان يا دوله. ايه بقى للسنكاحه؟ تشرب يا خروف. حواوشي، انت ما اكلتش في بيتك ولا ايه يا خروف؟ بيت ايه؟ هو فين البيت ده؟ قال عد غنايمك يا خروف، قال واحده قايمه وواحده نايمه. شو على اساس خروف غنايمه اللي هم بقى؟ انت عندك بنتين ولا ايه؟ مصاريفهم قطمه وسطي. شوف الراجل. بقول لك يا معلم عادل، عايزك في كلمتين هنا في الركن كده معاك. لا عناية قهوه خروف، قهوه قهوه. معلش بس مش مش. لا قوي قوي يا سلام، عناية دي ربنا يخليك. ماشي. طب بقول لك يا خروف، انا كنت عايزك بقى في حاجه مهمه. بعدين بعدين. غلبان قوي خروف ده يا اخي. غلبان؟ ده انت اللي غلبان. اللي زي خروف ده يوزننا كلنا فلوس. ها؟ امال بيتسنكح ليه يعني؟ اللي زي دول يا معلمي هم اللي بيعملوهم، مش عبط زينا مضيعين قرشهم على السهره والفسحه الحلوه والاكله الحلوه. ده لسه طالع بعمرتين، الواحده منهم تسوى مليون ونص. ايه؟ مليون ونص؟ جابوه منين؟ مني ومنك ومن ده ومن ده. ده القرش بيدخل عنده يقفش فيه ما يطلعش بالسائل، كانما عيل من عياله. يعني الواحد لو كان حوش من الاول قرش على قرش وجمعيه على جمعيه كان وضعه اختلف دلوقتي. اللي زينا اذ ربما يعيشوا عيش المليونيرات، لكن بيموتوا فقراء بحسرتهم، ولا غلط؟ عيش المليونيرات ايه يا عم؟ انت فاكر نفسك مدحت صالح؟ ايوه جاي الحساب يا رجاله. بدوي. بالنسبه للحساب، بص ده الحساب بتاع الكوبايه بتاعتي. من غدر الصحاب. هم الصحاب دول اللي جابوني ورا. انا من النهارده مفيش صحاب، مفيش عزايم، مفيش واحد اقطع له مثلا ايه في ميكروباص ولا في اتوبيس ولا حاجه. وحتى الشاي انا بعد كده هدفع لنفسي الشاي، وكل واحد يحاسب لنفسه. الحمد لله يا دوله، انا طالب شاي بلبن. ادفعه انت بقى يا معلم، لان انت بتقبض دلوقتي. ادفع لك ليه؟ ادفع لك ليه؟ انا من النهارده خلاص مش هدفع لحد، وبكده يبقى بريزه على بريزه تبقى الحياة. نعيد تنظيم وجدولة مصروفاتنا سواء الداخلية والخارجية، وهنتبع في المشروع ده سياسة الجمل. لا 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 لا، لحمة الجمل دي ما تنفعش. لا يا ماما، احنا مش هنتبع سياسة الجمل كلحمة، هنتبع سياسة الجمل يعني كطباع. أبي عادل يا ريت توضح، احنا مش فاهمين أي حاجة. يعني مثلا الجمل من صفاته الصبر، الجلد، الاحتمال. يعني الجمل ده أنا أعرف مثلا إن هو بيقعد ماشي في الصحراء بالأسبوع على حتة لقمة قد كده وشوية سلطة خضر. طب بيدوا عصير مع الوجبة دي يا عادل؟ يا ما أحبش دعابة، بلاش دعابة، عايزين نختصر الدعابة. طب ممكن يا عادل يعني نبقى زي العصفورات؟ العصافير؟ والله العصافير ممكن بتاكل رز وبتاكل عيش ناشف مع شويه ميه. الموضوع ده كويس قوي، انا ممكن افكر فيه. بيبي العصافير وحياتها بتتميز بالتآلف والتوافق مع بعض، واحنا ابعد ما نكون عن ذلك يا حبيبي. احنا بناكل ما صنعه الجزاء. بصوا، بالنسبه للفتي بقى فممنوع فتي، مش اي حد يفتي في اي وقت وفي اي حاجه كده. يا اختي طبع الرجاله كله واحد، ما يحبوش الستات الا لما تكون كلب خشب، لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم. لا يا ماما انا ما قلتش كده، انا بقول ممكن تاكلوا وتشربوا وتتكلموا، بس كل حاجه تبقى في حدود. بالنسبه للهواء العادي يا عادل، الهواء اللي حوالينا ده ناخد بالنا عشان فاتوره الكهرباء بتاعت الهواء ما تبقاش عاليه، ولا ناخد انفاس براحتنا؟ بصي بصي يا سناء، انت بالذات خدي انفاس براحتك وانا ان شاء الله. كابوس كابوس كابوس، يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. في ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ يا حلمت حته حلم خير، اللهم اجعله خير، يعني ان ماما خرجت من الحمام وسابت النور مهلع. يا ساتر. ايه ده؟ الحلم فسر نفسه، صوت التلفزيون. فاتحين التليفون الساعة كام؟ النور ده النور ده وإيه؟ الطرقة والمرأة. أنا مش عايش هنا، لازم نزك هي اللي وضبت كل ده. حرام عليكم حرام عليكم، ده افترا. ده أنت الوحيد في العيلة المتصل بالوقت. إيه الأنوار دي كلها والتلفزيون فاتحينه الساعة 9؟ الساعة 9 فاتحين التلفزيون؟ إيه يا عادل في إيه؟ في إيه يا ماما؟ إحنا متفقين إن الفرجة على التلفزيون من الساعة 6 للساعة 6 وربع بس. الله، بس الحلقة الأجنبية بتيجي الساعة 10. بصوا أنا عملت قانون، والقانون لازم كلكم تمشوا عليه.
جرى ايه يا عادل؟ انت شويه هتقول لها اشربوا اللبن وخسروا رجليكم وخشوا لموا بدري. ايه اللي بيزعل في القانون؟ انا مش فاهم، مش احنا اتفقنا على نظام؟ نمشي على النظام يا اخوانا، حرام عليكم، انتوا كده بتقطعوا من لحمي. بص انا مش عايز اقعد كل شويه ابص في الساعه البطاريه وتخلص. ايه مش عايز اتفرج على التلفزيون؟ يا ماما اتفرجوا على التلفزيون بحدوده، وبعدين الافلام اللي كل شويه بتتفرجوا على الفيلم نفسه كذا مره كذا مره. لا انتوا تعملوا جدول تكتبوا فيه اسامي الافلام كده اهو، والفيلم اللي انتوا تتفرجوا عليه اعملوا عليه علامه حمراء عشان ما تشوفوش تاني. يعني انا مثلا لما بتفرج على الماتش ما بتفرجش عليه الماتش وهو بيتذاع، لا انا بتفرج عليه عشان ما اشوفش الاعلانات فضيع وقت واستهلك كهربا، لا بسجله وبعدين اشوفه من غير اعلانات. وانتوا لازم تشوفوا المسلسلات دي من غير الاعلانات. ها لا يا عادل، يقول الاعلانات بتبقى مسليه جدا. مسليه؟ آه. ده انت ناقص كمان تشتري بقى المنتجات اللي بتتعرض في الاعلانات. ايه اللي مسليه يا ام مسليه؟ مفيش اعلانات. يعني ايه مفيش اعلانات؟ ايوه ماما مفيش اعلانات. يعني مثلا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل جات الاعلانات اطفوا المسلسل وفروا كهربا، خلصت الاعلانات افتحوا بسرعه. يا سلام، واحنا نعرف منين ان الاعلان خلص؟ بالاحساس يا ماما، ما انتوا بقالكوا 20 سنه بتتفرجوا على مسلسلات من ايام مسلسل هند والدكتور نعمان بتاع الاستاذ كمال الشناوي، ما حسيتوش ابدا؟ بالاحساس تعرفوا امتى الاعلانات بتيجي وامتى بتخلص. ايوه بس في مشاهدات مهمه جدا مش عايزينها تفوتنا. بقول لك ما فيش مشاهد مهمه في اي مسلسل، المسلسلات كلها شبه بعض، والممثلين اللي بيمثلوا هنا بيمثلوا هنا، واللي بيقولوه هنا بيقولوه هنا. السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ يا دي اللفه اللي معاك دي ياض. دول يا دولا سندوتشين طعميه بتقود بيهم. سندوتشين؟ اتجننت يا ده رمزي جايب سندوتشين؟ انت يا ابني مش عدد واحد رمزي؟ اه صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سندوتش. ايوه يا دولا، بس انا بحب الطعميه قوي يا عم. بقى ما دام بتحب الطعميه ما تجيبش منها يالا، لانك لو جبت منها وتاكل منها هتحوس تاكل منها تاني. هات حاجه ما بتحبهاش. ايوه يا دولا، بس انا كده هو لو جبت حاجه انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولا. حلو، اما ترميها بقى اولاني تاني مره مش هتجيبها خالص، يبقى وفرنا تمن الاكل. مش كل شويه تيجي تقول لي عايز فلوس عشان الاكل، عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عم بقى، ده انا كده هو اموت من الجوع يا دولا كده هو. يا سلام لو مت بقى كمان يا رمزي، توفر خالص بقى، مش اكل بس، اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي وفر، وفر يا ابني وفر. كريم يا رب الهي ينور بيتك بحريقه يلي ما بتعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب الهي، تقف في طابور العيش يوم بحاله ما تاخد رغيف واحد وتيجي تشيلك الاسعاف ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب الهي، ابنك يتكهرب في بوكس كهربا طالعه السلوك منه قد كده اهوت ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله كريم يا رب. منور منور يا عم زباله. ازيك يا عم زباله؟ اتفضل يا عم زباله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك وينور لك اللي بالك يا رب، والاقي البازار ده بتاعك في يوم من الايام. يا هتدعي وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك، يعني من مجرد دعوه من شحات؟ يا وادي رمزي، مش تقول لي ان الاستاذ عادل هنا؟ يا استاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله، ويبقى عندك 11 بازار قادر يا كريم. بس باخد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دولا، ده راجل غلبان يا دولا، اديله حاجه. دول اديله حاجه ايه؟ اديله حاجه ايه؟ لا مش هديله حاجه، ما فيش حاجه. شكرا يا عم زباله، شكرا، ربنا يكرمك، يلا اتكل على الله. يا ابني حرام عليك، ده انا عندي عمليه بكره الصبح، حتى جواب المستشفى اهو اهو اهو. ده ايه المستشفى الزباله اللي بتدي جوابات كده؟ دي عمليه ايه دي يا عم زباله؟ قص ضوافر، بادي كير يعني. قص ضوافر دي مش محتاجه عمليه، دي محتاجه قصافه. دولا طب ما نديله المقص بتاعنا اللي هنا اهو. مقص ايه؟ مقص ب2 جنيه؟ هي اي مصاريف وخلاص ولا ايه؟ يلا يا عم زباله يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يعني ايه يا استاذ عادل؟ لا مؤاخذه، انت هتظبطني ولا هتفوترني؟ بص انت هتعمل لي فيها بتاع ضرايب، هات الجنيه اللي الواد اداهولك واتكل على الله. يلا اتكل على الله. بموت بموت يا ناس. موت موت موت، ما تقلقش، موت براحتك وهنبقى ندفنك في اي باسكت بره. يلا دولا ايه اسمه القلب ده؟ دولا معلش يا عم، معلش يا عم، معلش. ايه ده؟ ثانيه واحده، دي ماما. مامي حبيبتي، انا جبت لك اللابتوب وجايبه لك على النادي حالي. ادي يا سيدي الشحات اللي صعبان عليه، معاه موبايل. يا خبر ابيض. طب وانا بقى دولا مش هتجيب لي موبايل؟
نجيب لك موبايل؟ طبعا اول ما تموت يا رمزي. إله يا رمزي وانت بتغسل وشك بما ساعة تطلع سخنة وتقشخ غق. لا مصدقك ده. الواحد تقل قوي النهاردة في الاكل الحمد لله. صدقيني يا منار يا بنتي لازم تتجنبيه في لحظات غضبه. يا سلام. طب ولحظات غضب انا ايه؟ مش هتعملي حساب للحظات غضبي ولا ايه؟ في ايه حكي؟ في ايه؟ سيبي السماعه دي من ايديك، كفايه مكالمات. ما يصحش اللي انت بتعمله ده وانا معايا تليفون. هو ايه اللي ما يصحش ومعاك تليفون؟ هو التليفون ده يعني في مقام والدك مش عايزاني اتكلم قصاده؟ ادي التليفون اهو، ادي السلك بتاع التليفون كده، ما حدش هيتكلم بقى. كفايه مصاريف، كفايه مصاريف بقى. على فكره اللي انت بتعمله ده عيب قوي قوي، لان ما حصلش اي حاجه من اللي انت مصعدها دي. كل الحكايه انا قعدت اتكلمت تلت ساعه، مش حكايه يعني. ايه تلت ساعه؟ تلت ساعه ده على الاقل بجنيه، بجنيه على الاقل. وفيها ايه يعني الجنيه يا عادل؟ الواحد بيتعب عشان يطلع الجنيه ده من بق الكلب. ايه ده؟ بس لو الجنيه طلع من بق الكلب هيطلع مكرمش. مش اشكال مكرمش، بس جنيه. بس على فكره بقى مش كل الراي العام ضد الجنيه، لان محمد سعد قال الجنيه غلب الكرنيه. طبعا شوفي انسان واعي فاهم يعني ايه قيمه الجنيه، قال لك الجنيه غلب الكرنيه. طبعا عشان كده احترم الجنيه، فالجنيه احترمه واداله، لان ايه الجنيه بقى ابتدى يحترمه وزود له الايرادات، فايراداته ما شاء الله. شفتي شفتي شفتي؟ طب يعني انا دلوقتي انا مش فاهمه اعمل ايه عشان ارضيك؟ يعني انا دلوقتي عايزه اطمن على صحباتي، اعمل ايه؟ طمني على صاحبتك بالتليفون بجنيه. روحي لها يا اختي، روحي لها واركبي اتوبيس، اتوبيس رايح جاي بنص جنيه. ولو عرفت تزوغي بقى من الكمساري وتقفي على الباب تتشعلقي كده اهو، توفري النص جنيه. نص جنيه على النص جنيه اعملوا جنيه. وعادل بس ده هيبقى مشوار عليا. ايوه يا حبيبتي مشوار عليكي، هتروحي لها تعبانه، هترتاحي عندها شويه وممكن كمان تعشيكي. ماشي بس انا لازم اخد حاجه معايا وانا رايحه. خدي ياسمين في ايدك وانت رايحه، اهي تتعشى هي كمان. ياسمين انا قصدي زياره. زيارتي ايه؟ وانت رايحه تزوري واحده في السجن؟ انت مصاحبه مين يا هانم؟ خلاص خليها هي تيجي بقى تزورني هنا. ايه؟ تجيلك تجيلك هنا؟ ما لو جات لك هنا احتمال تتعشى، ده على الاقل الفروض ممكن تشرب شاي وممكن تطلب معلقتين سكر. حرام عليكوا، بلاش مصاريف بقى، حرام عليكوا. يعني انت عايزني اعمل ايه؟ اقطع مع صديقات الطفوله؟ صاحبي اللي يخسرني ما يبقاش صاحبي، واللي يصعب عليكي في قرك. يا حبيبي يا حبيبي، دي مش طريقه تحويش، دي طريقه تنتيف الريش. هي دي بقى طريقتي لبناء امبراطوريه عادل سعيد. يا عادل يا حبيبي الغنى غنى النفس. لا ده في الافلام، الغنى الغنى النفس، والحساب حساب البنك. نفسي يا رانيا يبقى عندي الكارت ده اللي ادخله جوه المكنه يطلع لي الفلوس، بدل الكارت اللي هو بتاع التليفون اللي دخله جوه المكنه كل شويه يقول لي فلوسك قلت فلوسك قلت. ده في ناس بتصل بيهم بلاقيهم مشغلين الانسر ماشيين، يعني تبقى المكالمه اتحسبت عليا وانا ما كلمتهمش مثلا عشان عايز منهم حاجه، كنت هكلمهم بسرعه عايز منهم حاجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه في ايه مالك؟ في ايه؟ الحمد لله انا زي الفل زي الفل زي الفل اهو. زي الفل ده ايه ده؟ انت هتقع من طولك. اما اقوم اسلق لك فرخه. لا فرخه؟ فرخه بحالها؟ انتوا جايبين فرخه بحالها؟ يا ماما احنا اتفقنا ان احنا نجيبها على اجزاء يا ماما، حرام عليكم. يعني ايه يا ابني؟ يعني يا ماما مثلا نجيب القوانص لوحديها، نجيب الجناحه لوحديها، الرجلين لوحديها، اجزاء اجزاء اجزاء. يا عادل حرام عليك يا عادل، ما وصلتش كمان للطعام، لقد اوشكت طاقتنا على النفاذ. بصوا يا جماعه لو سمحتوا انا عندي هدف، انا حوشت الحمد لله دلوقتي 900 جنيه، فاضل مليون جنيه الا 900 جنيه عشان ابني اول عماره. هتبنيها وتهد نفسك يا بيبي. يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك، جيب على نفسك شوية وفك الكيس بقى. لا 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 الكيس يا اخوانا لو اتفك مش هيتقفل تاني، انا عارف الاكياس وحركاتها. يو 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 خلاص انا مت من الجوع. اسمعي بقى سيبك منه واطلبي السوبر ماركت عشان يجيب لنا شوية كنز. كنز؟ يعني معلبات؟ هي مصاريفه خلاص ليه معلبات؟ يا ابني اتبط بقى، اتبط وسيبنا نتهنى على وجبة. انتوا مش فاهمين حاجة، مش فاهمين. ياسمين افتح الباب يا ياسمين. ثلاثة حاضر يا بابا، ما كفاية واحدة بس يا ماما، عايزين نوفر. السلام عليكم، سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة ترحب بكم، وده الأوردر. أوردر إيه ده؟ تعالى يا راي. ثلاثة بياض، اثنين موسى، أربعة جمبري، تعبان محار، 20 طحينة، وكل ده ب 500 جنيه بس. مين الحيوان اللي طلب الطلبات دي؟ أنا اللي طلبت سمك.
انا حيوان؟ طب يعني وبالبيت انا الشتم رواش الشتم وبالبيت بالبيت بنعاد صغير يا نهار اسواح يا نهار. طب ده انا بره وانا بره وانا كنت في المغرب وبعدين كان في واحد ساحر مغربي راح هو شتمني رحت انا بقى ايه رحت خلقت الافعى اللي كانت معاه ورحت خالق عسل سلخ جلدك ده ورحت عملته حزام حتى الحزام في البنطلون الاسود. ولا يهمك يا بابي اطلب يا رب ان شاء الله البحر الاحمر كله. بحر احمر ايه هيعمل ايه بالفصور ده كله هتنور الاستراد. اخرس يا كلب يا حيوان ده الحق عليا ان انا كنت عايز ابر عليكوا ده انا سامع عصافير بطنكوا عماله بتزعزع زيو 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 فكنت عايز ابر عليكوا عشان كده يعني رحت انا الراي المثل فاطعم الفم و يلا. ما تقول لي يا جدو هجيب لك راديو علقه لك على الاخر يخليك ما تسمعش صوت زقزقه عصافير بطننا دي لكن تكلفني التكلفه دي كلها. بنت يا سناء يا مقصفت الرابع. ايوه يا جدو. عايزك بقى تاخدي ايه وحدتين سمك بولت كده هو تقلوهم وبعدين تحط معاهم شويه سلطه وتحط معاهم كمان شويه لبون عصفر باللي هو العصفر دون وبعدين تروحي معاهم عيش معاهم عيش وتطلعوهم لام ميرفا تطلعوهم لام ميرفا وانت حيوان. ايه انزل اجيب لك الساع؟ لا ما تجيبش ساع عشان الساع ده بيعمل انتفاخ بينفخ بيعمل كرش وبيعمل بطن وانا عايز ام ميرفا زي ما هي كده هو مفشويله ويعني يلا. حرام عليك فلوسي شاعوا هضربه يعني هضربه. ايه بقى يا جدو يا حبيبي ده هو يقصد هيضرب الجرس. تضرب مين يا حيوان؟ تضرب مين؟ ده انا بكره اجيب الشوكه بتاع السمك الموسى وغزك انا غزك يا نهار اسود. انت فاكرني لسه هبني البيزي انا؟ طب ده انا وانا في المغرب كانت لما عليا بتاع 14 ساحر وكان معاهم المقشات بتاعتهم اللي هم بتوع الصحراء دول رحت انا خدت بينهم بقى المقشات ورحت انا ايه نزلت بقى ورحت اديتهم لبتوع حي الجيزه راحوا نضفوا الشارع بتاع يلا. يا سلام نضيف قوي يا جدو مقشات فكرتني. بنت يا سناء. ايوه يا جدو. روح يا بنت اشتري لي شامبو العبوه العائليه اللي هو بتاع ضد القشر عشان ما عنديش قشر. ضد القشر ايه يا عم اليوسف اندياي ما بالمره بقى يجيبوا لك كريم ضد البذره. بتتمسخر على شعر جدك يا نهار اسود. طب ده وانا في المغرب وانا في المغرب كان في ثلاثه كانوا عمالين بيخدموا عليا واحد كان عشان السكسوكه واحد كان عشان الجنب ده واحد كان شيلوه من قدامي هضربه يعني هضربه. ولا انت لازم تتضرب زي زمان يلا هضربك بالحزام بقى. بص انا بكره اضربك بالحزام اللي هو بتاع جلد التعبان ده وانا جايبه اساسا عشان اضرب العيال الصيع. حزام عادل ايه ده؟ دي حاله ضعف تام. انت ايه؟ رمضان خلص من 6 اشهر وما فطرتش ولا ايه؟ قول له يا دكتور قول له ده قافل على اللحمه والبروتين وحالف عليهم بالطلاق ومضيقها علينا. لا البروتين مهم واللحمه بتداوي. انا تلات ارباع الروشتة عندي اساسا مشويات. انتوا جايبين كباب جه يكشف عليا. عامه الروشتة اهي كيلو ريش ربع فخده كباب وتوصى بالسلطه. ايه يا دكتور انت بتكتب روشتة ولا بتعمل اوردر ديليفري؟ سناء الدكتور ادرا. ايوه بس يعني الفاتوره زي كده هتبقى مكلفه قوي يعني حضرتك ممكن نشيل من الروشتة دي عشان نوفر شويه ممكن نشيل السلطه. الحمد لله الحمد لله واكلت السمكه حتى رجليها. وبقولك ايه هي ابو بيرفا اكلت كله يا جد حتى الشوك. طب كويس كويس كويس. طب بصي بقى وخدي دول النايب بتوع الدكتور وادهم له واوعي ابوكي الواد عادل الهفق ياكل اي سمك عشان هو عيان فممكن يعني وخدي بقى بقيه السمك ادي لي القطتين اللي بره القطه بوسي والقطه ابو سميره. هي فعلا اسمها ابو سميره يا جدو؟ القطه عشان خلفت سميره الاسبوع اللي فات وانا سميتها سميره عشان البنت اللي انا كنت بحبها ليها رابع حب. لا خامس حب يعني واحده حبيتها يعني اسمها سميره كنت بحبها قوي عشان كده سميت القطه عليها. واتجوزتها بقى يا جدو؟ سميره؟ لا خليت بيها بقى عشان كنت انا واعدها. انت بتبني ابراج في الخيال وبتهدم بيتك في الواقع. انت قديمه قوي. سلام عليكم. عليكم السلام. طب وانا كنت بعمل ده كله عشان مين؟ ما هو عشانكوا برضه يعني. بلاش عشانكوا. عيشني النهارده وموتني اخر الشهر. اقوم بس بالسلامه ومش هستنى لاخر شهر عشان موتك. موتك على طول ان شاء الله. امال جده فين؟ هتلاقيه بيغسل ايده من زفرة السمك. زفرة هو خلص السمك ولا ايه؟ هضربه يعني هضربه.
طب اما اقوم بقى ان شاء الله بقوا فكروني عشان اضربه. ها السلام. حط الحاجات دي هنا. شكرا يا زوق. اي خدمه يا جميل. استنى استنى تعالى خد دول قشرهم وكلهم. ده كتير ده كده يا هنا. ايه يا عم مش كتير عليك؟ مفيش عروس اجنبي المره الجايه؟ اتكل على الله. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالوا تعالوا كلكم شوفوا جبت لكم ايه. جبت لكل واحده فيكم هديه. خير خير يا سناء يا حبيبتي. انت حاسه نفسك انك هتودعي وتصعدي ولا ايه؟ طب بعد الشر عليكي يا حبيبتي. ان شاء الله العدوين. شو العدوين؟ الحقي يا رانيا الحقي الست دي بتشتم الماما بتاعتك. ماما بس حرام عليكو. يوم يعدي علينا من غير مشاكل بقى طول النهار. شات اب يو ستو. ما جيت رغم ان انت ما تستاهليش بس برضو فكرت فيك. اتفضلي مع اشواقي وقبولاتي. السبغة اللي كنت بدور عليها الشقة. سبغة ايه اللي جايبها لي يا مامي؟ انا لسه شعري طبيعي. لسه بدري على السبغة. عندك حق لسه بدري عن السبغة وكنت قلب البلد عليها. رانيا اشواقي وقبولاتي. ايه ده؟ كتاب الوساوس القهرية الجزء الثاني. الله ده حلو جدا. فلاشة 4 جيجا يا نجلاء جابت لك هدية. ماما انت ست الكل واهم واحده في البيت ده كله. شوفي بقى يا ماما جبت لك ايه. وريني يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. ده البلطو اللي انا عايزاه. لكن ليه ده كله؟ بصراحه يا ماما كده يعني كنت نازله اتسوق مش كالعاده يعني على غير عادتي. كنت نازله شويه شويه بنس افتكرتكم جبت لكم كلكم هدايا عشان في مناسبه جميله جدا. انا طالعه اعاره يا ماما. لا 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 يا شيخة احلى 5 ساعات في حياتي بجد. خلاص يا ماما باي باي كمبورة هسافر. فقلت اخذي عينيكوا لطفل الحجر واجيب لكل واحدة فيكم هدية عشان ما تضربونيش عين وانا طالعة في المطار اتعكش لا اشوف مصر ولا برا مصر. سناء حبيبتي هو انت هتسافري بجد ولا بتتلاعبي بمشاعرنا الجريحة؟ لا يا حبيبتي مش بتلاعب. الجواب جه ودوري خلاص جه والسفر كمان اسبوع وهغور من وشكوا. بس اللي انا مستعجباله ان انا حاسه انكم هتوحشوني. عارة ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ انت اتجننتي؟ عايزه تسافر لوحدك؟ ما عندناش بنات يسافروا خالص. يا طنط يا طنط حرام عليك يا طنط. ده العالم كله اصبح قريه صغيره. ثم ان حياتك خايفه على ايه؟ سناء محتاجه تروح وتسافر عشان تكون نفسها زي ما انا محتاجه اكون واتنفس. وبعدين يا طنط خايفه عليها ازاي؟ دي شخصيه منفرده رايحه تطلع عين الناس. اساسا دي شخصيه اساسا خنيقه. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب من فضلك ما تتدخليش بيني وبين بنتي. احنا طبعنا غير طباعكم. احنا مش فاتحينها على البحري. ما عندناش بنات يسافروا لوحدهم فاهمه. تبقى الشوم اللوم. يا ستي اسكتي يا ستي بكلم مامتي اديني فرصه. يا ماما ما تعيشيش في دور المراه السعاديه. انت لسه خايفه عليا وانا عيله صغيره؟ وبعدين خايفه عليا من ايه يا حسره؟ ما انا قاعده ملقحه جنبك اهو بقالي 100 سنه يا ماما. دي فرصه العمر. وبعدين كلامك فات اوانه. انا مضيت ومسافره كمان اسبوع وجاي تضحكي عليا بالبلطو ده. خدي حاجتك مش عايزاها. ولعلمك لما يجي اخوكي انا ليا كلام معاه. اوعي اوعي. حبيبتي حبيبتي يا سناء هتسافري بجد يا حبيبتي؟ ايوه احمدك يا رب. انا حاسه ان هلال رمضان خير. خليتيني اسيب الشغل واجع على ملا وشي. خير وشك هيبقى في الارض قريب. ليه في حاجه ضاعت منك في الارض عايزاني ادور عليها ولا ايه؟ اختك الفلتانه عايزه تسافر في اعاره. اعاره؟ طب والله كويس قوي. اهم حاجه بقى ماضي عقد وخدت عربون واحسن يضحكوا عليها. اخس عليك ده انا ما عرفتش اربي. ايه قالت لك انها مش هتبعت لك فلوس من الاعاره؟ اخسين عليك انت واختك اللي ما عرفتش اربيهم. ازاي تسمح لنفسك ان اختك تسافر لوحدها؟ طب ما تسافر يا ماما عادي جدا. ما هي سناء قبل كده سافرت لوحدها اسكندريه وسافرت القناطر ومره زمان خالص سافرت الفيوم عادي. بس دي في بلد غريبه هتبقى لوحدها. الناس هتقول علينا ايه؟ يا ماما الناس اولا ما يعرفوناش خالص هناك في البلد الغريبه اللي هي هتسافرها دي. ثانيا يا ماما سناء ما تلاقيش عليها لانها عامله زي جنيه الورق ملوش اي قيمه هناك. هناك في عملات تانيه مين هيبص لها يا ماما؟ لا يا اخويا احنا لا خواجات ولا بنرمي بناتنا. مش زي عيله مراتك. الله 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 وليه الغلط ده؟ طب يا ماما طيب يا سلام غيران عليهم قوي كده ومش غيران على اختك يا بارد. يا ماما يعني عايزاني اعمل ايه؟ طب يا ماما عايزاك تثبت لي انك انت راجل وجامد وبتعرف تاخد موقف وما تسيبش اختك تسافر لوحدها. يا كده يا هسيب لك البيت وامشي. هتسيبي البيت تمشي تروحي فين يعني يا ماما؟ مالكش دعوه وانا ما اعرفش انا هروح فين.
يا رب يا رب نفسي اشوف راجل يحافظ على عرضه، لا جوز ولا ابن. لا 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 لا، الابن ده اتفرج عليه. انا بقى هفرجك دلوقتي يا ماما على سناء وهعمل فيها ايه، بس اوعي بقى يا ماما قلبك يحن، يعني لما تلاقي شعرها طالع في ايدي كده ما تبعتنيش بقى الاجزخانه اجيب لها كريمات والكلام ده. مستعده تشوفي انا هعمل فيها ايه؟ اتفضل اتفضلي اتفضل اتفضلي. ها وريني بقى هتعمل ايه سناء. اوكي او هي تحرجنا قدام حد يعني؟ لا لا عادي، اللي بيحصل ده عادي وطبيعي، انا كنت متوقعه حاجه زي دي. لا حضرتك ذنبك انت، مفيش اي لوم على حضرتك، ده بختي انا. معلش معلش، يلا 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 في 60 دهي. عايز ايه؟ بالنسبه لموضوع الاعاره، خلاص فقرتوا فيها، خدت رجلي. الله الف مبروك يا حبيبتي يا سناء، خدتي احسن رجل ذهبيه لاحسن مدرسه. لا مفيش اعاره. شفتي من قبل ما اكلمها. ليه يا سناء؟ ليه اتلغت ليه؟ هو انت على قائمة الممنوعين من السفر؟ لا على قائمة الممنوعين من الفرح. حظي بختي الاسود اتطلقت وقلت عادي يا بت عيشي في الحياة صون فصون. ايه صون فصون دي؟ اللي هيكلمني في اللحظة دي هديله بالجزمة. بصي طالما ما بتعمليش حاجة غلط شغلي الجزمة زي ما انت عايزة. لكن واضح خلاص ان انا بقيت عره، بقيت على قائمه المنبوذين. حظي مش بقول لك بختي قال ايه لغول الاعاره، عارفه ليه؟ عشان معيش محرم. بتهرجي يا بنتي، طب ما تروح تشتري من هناك، ده حتى هناك هيبقى ارخص من هنا بكتير. انت بتكلمي في ايه يا رانيا؟ وايه اللي ارخص؟ الله، هو مش المحرم ده اللي هو شبه الكشميو؟ كشميو ايه يا ماما؟ هي طالعه يعني تعمل اعاره في شاطئ النخيل. المحرم ده اللي هو زي اخ او اب او ابن كده يعني. يا سلام، بلد محترمة بصحيح. أنا لو كنت أعرف الحكاية كده كنت وافقت على طول على سفرها. حد عايز مني حاجة؟ أنا داخلة أوضتي، عندي كراسات عايز أصلحها، مفيش ولا واحد من عيال دي هينجح السنة دي. أيوة، مش هم عايزيني أعدلهم في البلد؟ أنا أعدلهم في البلد بقى، هعطل لهم مسيرة التعليم. رانيا تعالي معايا. يا رب يعدلها لي. مصر ياما بتستحمل والعيال اتعودوا خلاص يعني. يعني مناهج بتتغير، مواد كتيرة بتزيد، العيشة بتغلى، رمزي بيتوغل، عادي بقى نعمل ايه؟ قولك يا عادل، على فكرة احنا بنتكلم عن الخاص مش عن العام، فانت كده خرجت عن السياق. خلاص مدام خرجتك عن السياق مالكيش خروج بقى الاسبوع ده تاني. خلاص بص يا بيبي، اساسا سناء كانت متورمه، بعد اللي حصل ده هتنتفخ وتنفجر وتفش فينا كلنا. لا بصي، انا نفسي انها ما تفشش ولا حاجه، وبعدين اكتر واحد في الدنيا نفسه ان سناء تسافر تهاجر يتقبض عليها مثلا انا، بس عامل لها ايه؟ اجيب لها محرم من الدولاب يعني؟ هتلاقي محرم من اي حته. اتصرف يا حبيبي، حرام عليك تخلي سناء تفضل قاعده على قلبنا كده. محرم 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 محرم. انا عندي محرم بس عب. عايز ايه؟ ايه ده، شفتيني ازاي؟ سبحان الله، بتشوفي بقى فاكي يا ابني. انا بقى وشي في السبوره كده وبقى فايا شايفه الواد اللي بيكسر مسطره صاحبه. يا عيني على العيال اللي انت بتدرسي لهم دول. عموما يعني انا جاي صراحه يا سناء اساعدك في موضوع الاعاره ده. ايه هتطلع معايا؟ والله انا كان نفسي طبعا يا سناء اطلع معاكي، انت اختي حبيبتي يعني، واكيد نفسي اساعدك وكل حاجه، بس انت عارفه يعني انا مش هينفع. لكن في واحد بقى احسن مني بكتير، ده واحد يتمنى يعني يتمنى الرضا ترضي، ما ترضيش براحتك. انا في موقف ضعف يا عادل، انا في موقف ذل يا عادل، عارة ومحتاجه محرم، هتنك على ايه يعني؟ برضو يا سناء اعرفي هو مين الاول وبعدين وافقي او رفضي. اي كلب من الكلاب اللي تعرفهم. انا موافقه عليه يا عادل، بقول لك في موقف ضعف، موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم. تحبي اخلي رمزي يقابلك في الكافيتيريا مثلا ولا حاجه؟ ليه؟ عشان عايز يقابلك يعني. ليه يعني؟ هيجيب العريس معاه؟ لا يا عيني يا عيني، ما وصلتلكيش. لا يعني هو رمزي هو العريس يعني. ايه؟ بصي بصي، انت قلتي اي كلب، ده بقى مش كلب، ده عمهم. لا ابن عمهم يا عادل. بصي اي حركه خيانه، انا لسه حافظ الحركات بتاعه الكاتا. ها، ممكن اضربك زي ما كنت بضربك واحنا صغارين. رمزي يا عادل لعلمك هو غبي، يعني ما بيفهمش، لكن طيب قوي لعلمك يعني. وبعدين ده هيبقى كانه اداه من ادوات الشغل،
كانك واخده معاك المسطره واخده معاك الاستيكه، اعتبريه استيكه بجد. هترجعي من شغلك هتلاقيه طابخ وماسح وكانس وعامل كل حاجه، وبعدين لو كسر حاجه ما تجيبيش غيرها لانه هيكسرها برضو يعني. وكده بقى تبقى ضربت عصفورين بحجر صراحه. يعني ويبقى خلصنا منه ومنه يعني. ومصلحه كبيره وفايده كبيره لحضرتك. هي فايده كبيره بس بجد، انت برضو اختي يا سناء، عايزه اساعدك. عايز تساعدني؟ وسي رمزي ده بقى عارف ان انا اللي هشتغل وهو اللي هيقعد في البيت؟ يا سناء يا حبيبتي، بقول لك رمزي ده مش عارف اي حاجه، ده بالكتير عارف ان اسمه رمزي يعني. انت ده عجينه معاكي تشكليها زي ما انت عايزه، عارفه لو انتوا في الغربه كده وفهمتيه ان انت في مصر هيصدق عادي. عادي، انا في موقف ضعف، في موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم، انا موافقه. بس مش معقوله هتروح تقول له روح اتجوز اختي كده من باب الطاقه، فين كرامتي فين؟ حبيبتي انا اكتر واحد يقدر يحافظ على كرامتك وحافظ على كرامتك مع واحد زي رمزي ده، انا هفهمه على كل حاجه، ما تقلقيش انت خالص. ما دام وافقتي رمزي ده سيبوهولي، هخليه يحفى عشان يجي يقرب لك بس ويطلب ايدك، اتفقنا؟ مبروك 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 عليك، سيبك من رمزي، مبروك عليك يا سناء. من ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ انا ايه ده دولا؟ انا اسف يا دولا، والله انت مش قلت انك مش راجع يا دولا؟ انا اسف. انت بتلعب بالشغل ولا ايه؟ انا اسف يا دولا. يا انت خايف مني ولا ايه؟ انا هضربك معقوله يا رمزي؟ ده انت ابن عمي. يلا معقوله؟ عارف انت لو عندك الموهبه في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها، ده انا ساعدك. يلا ربنا يخليك يا رب يا دولا يا رب. طب ايه رايك بقى انت عشان ابن عم وانا بحبك محضر لك مفاجاه غريبه؟ لا بجد يا دولا. امال ايه؟ ايه يا سيدي اللي نفسك فيه ولانك انت حقير وما تسواش نكله عمرك ما كنت هتقدر توصل له؟ ياه يا دولا، جيت لي على الجرح انت يا دولا. ها ايه؟ نفسي اخد لفه بالعجله النصر بتاعت عم عبده اللبان، بس هو مش موافق. العجله النصر بتاعت عم عبده اللبان؟ ده انت لفيت بيا. يلا يخرب بيتك. لا يا رمزي لا، يعني انا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك اعلى من كده بكتير. نفسك في ايه؟ يلا. لا ما مش معقوله بقى. لا معقول يعني؟ اقول لك ياد قول ياد. ايوه دولا، بس دي صعبه مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي اخد لفتين بالعجله النصر بتاعت عم عبد اللبان. ضايقني ضايقني اكتر، ضايقني عشان ياد مش قصدي كده. يلا لا يلا لا لا يلا عبيط، العجله دي حاجه بسيطه، ده انا ممكن اشتري لك عجله. يلا لا يا دولا، بس عجله عم عبده دي يعني ايه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بانكولايزر. سيبك من العجله ومن عم عبده اللبان خالص. تعالى يا رمز تعالى. انا قعدتك بس عشان المفاجاه ما تدوخكش يعني. هتضل لك مفاجاه فظيعه. يلا ربنا يخليك. مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك انك انت تتجوزها وما انتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه دولا، في التلفزيون بتاعك اللي في البيت يا دولا، ما بتجيش في تلفزيون القهوه خالص. ياد مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحده ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولا ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحده بس، هي سناء دولا. انا بحبها قوي دولا، وتقدمت لها قبل كده 15 مره يا عم، وانت رفضتني يا دولا. يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاجه رفضت، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه رمزي، يعني ما انت صراحه يعني ما فاكش حاجه، ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي، اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجه لازم تغيرها. تاني حاجه بقى يا رمزي، ها لازم يبقى عندك حاجه بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولا، دي انا عرفتها، مغناطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا نتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجه تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي. بطولك انت يا دولا؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى بطولنا؟
انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولا. مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف. قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولا. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل يلا، يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد، كده تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولا انا عارف دي، انا دولا عارف. دولا انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ اه سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولا بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم وهم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها يا دولا. بطولة قد كده؟ مش بطولة، ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوة ورحت ضربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل يلا. ماشي يا دولا، يعني انا افهم من كده هون يا دولا ان انا لو رحت موتت السلعوة دلوقتي اهو سناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني هتبقى بطل، يبقى فيك حاجة عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولا، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوة دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمه ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانه من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكله ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهوله، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجه نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء اظهر نتيجة الاختبار. ظهرت. سلام سلام. ايوه يا بطل، الله اكبر. لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ ايه عملت ايه؟ موتت السلحوة يا بطل؟ لا يا دولا. امال ايه الدم ده يا ابني؟ دولا انت شايف الحيطة اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ اه شايف. انا ما شفت. يا جماعة يلا بقى خلصونا بسرعة، عايزين نخلص بقى. كان ايه عادل انت بتستعجلنا ليه؟ حرام عليك، دي مناسبه ما بتتكررش غير كل قرن مره، خلينا نفرح يا اخي. اه يا بنتي يا ايامك السودا يا حبيبتي، بقى انا بنتي تترمي الرميه دي؟ يا عيني على ايامك اللي جايه يا بنتي. يا ماما يا ماما كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي ما تكرهنيش فيه زياده ما انا كارهه كده. احنا مش كنا نسال عليه الاول يا ابني؟ يا ماما نسال عليه ليه؟ نجيب لنفسنا الشتيمه ليه؟ ما احنا عارفين الاجابه اللي هتجيلنا، وبعدين ده جواز مصلحه يا ماما، عايزين نخلص من اي واحده في البيت ونفضل البيت شويه. هتزفوني دلوقتي ولا كمان ربعايا؟ ايه اللي انت لابسه ده يا سناء؟ ايه اعلى من مستوى العريس؟ لا يا حبيبتي، انما لبس اللي حضرتك لابساه ده لبس شهر العسل. شهر العسل ايه؟ هي ربع ساعه وبعد كده بالجزمه. يا ماما يا ماما كفايه دموع الفرح اللي عندك دي بقى يا ماما. ده دموع القهر يا اخويا. ايه ده غريبه، سبحان الله شبه دموع الفرح بالظبط، نفس الميه. الو. لا سناء مش فاضيه. لا اصلها بتتجوز الحمد لله. لا لا ممكن حضرتك تكلمها بعد ربع ساعه بعد ما تخلص جواز. ايه ده المديريه؟ طب لحظه واحده. الو استاذ حلموس. انا اسفه يا فندم اني قلت لحضرتك غور في داهيه، كانت الفرحه واخداني واخداني واخداني، انا اسفه. ايه هي ما كانتش اتلغت ودلوقتي اتلغت؟ طبعا طبيعي. لا 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 حضرتك مالكش اي ذنب. بقول لحضرتك ايه، غور في 60 داهيه، يبقى المجموع عندك 61 داهيه. ماما الاعلى اتلغي، وحتى لو طلعت مش هطلع قبل سنتين. لا حرام عليكم. طب وبعدين ايه الحل؟ مفيش حل. يعني ايه مفيش رمزي؟ مفيش رمزي، مفيش رمزي. حيوان نعم دول. يا حيوان نعم دول.
انت ايه اللي جايبه ده يالا؟ ايه اللي جايبه ده؟ جايب لي علبه كبريت يالا؟ لا يا دوله دي هديه الجواز يا عم. يلا بقى يا بنت نقنق بقى علشان احنا، انا جايب لك حته دين كاميرا 6 في 7 كده، وهنتصور صورتين عند الترابيزه الخشب دي يعني، وصورتين بقى عند النافوره اللي هي قدام جامعه القاهره. احنا مش اقل من حد يا بنت، احنا انت متجوزه رمزي. رمزي ايه اللي بنتي يا نقنق ده؟ بنتي رنا دي بتلعب معاك؟ وانت ناوي تتجوزني بالكاميرا ومهر شويه الصور اللي هتصورها لي دي؟ لا يا انت فكرك راح لبعيد خالص. لا يا حبيبتي بصي، انا كنت جايب لك هديه يعني مكان الشبكه عشان انا مقشفر انت عارف. خدي ده حجاب كانت امي عامله لي عشان ما تحسدش، وفعلا حماني من حاجات كتير قوي قوي على فكره. خدي اهو، خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضيه ان شاء الله. ده حجاب ولا درع يا رمزي؟ خد حجابك وزق عجلتك. يلا مفيش جواز يا رمزي. يلا. لا لا يا قصدها مفيش جواز الا مني. سن 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 ولا 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 اسمع اسمع سناء 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 بالراحه على الواد، بالراحه على الواد، عشان ده ممكن يروح يدمر لي التماثيل اللي موجوده في البازار كلها. سيبينا انا اتصرف معاه. قولي له اي حاجه. عايز ايه؟ ايه يا دولا انتوا اللي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تتجوزوني؟ ماشي انا موافق. مش عايزين تتجوزوني؟ انا برضو موافق، بس بسرعه علشان انا حاجز ترابيزه البنج انا والعيال دي دلوقتي اهو بسرعه. قرروا هيزفني على ترابيزه البنج يا عادل. والله ابن حلال كان عايز يبنجك عشان يعني ما تحسيش باي الم، وبعدين بيقول لك عايزين تتجوزوني. احنا الاثنين ايه؟ بص اتصرف انا مع انا اتصرف مع انا اتصرف مع بس يا سناء. ده التعامل معاه بيبقى بهدوء. رمزي اطلع بره. يعني مفيش جواز؟ طيب يا دول ما تقول كده. يلا يا جماعه يلا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم وهنخرج الليله. وادي رمزي خطابنا يا حليله. ويلا يلا ايه ايه عالبنج يلا ايه 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 ايه. مبروك يا سناء. السكاكين عماله بتقطع في التورته. مالك يا بابي؟ مالك بابي؟ بيودع خلاص. حاسس انها، حاسس انها انفاس الاخيره، حاسس انها ساعات الاخيره، المحطه الاخيره، المحطه الاخيره، النازل النازل ويلا. ما تخافش يا جدو يا حبيبي، معلش تكونش دي كرشه نفس كده وهتعدي، وان شاء الله الجهاز التنفسي هيرجع لنشاطه ان شاء الله. نشاطه ايه يا دي؟ حصه العاب. انا بقول لكم انا حاسس بنفسه، حاسس بودع. انا بودع. سلام عليكم. انا بودع. سلام عليكم. سلام عليكم. حد عايز سلام عليكم؟ تعال تعالى تعالى يا بابي هجيب لك الدكتور. دكتور ايه؟ دكتور ايه اللي هيجي بقى يقعد يفتي ويقعد يقول ده عيان باين؟ وانا عايز محامي، عايز محامي، وعايز كوبايه الشاي، وعايز اتنين جبنه الصنبوري سندوتشات في طاس بسرعه. بقول لك ايه، انا هكلم عادل واقول له ان جده بيودع يعني، على اساس ان هو لو عرف ممكن يزعل قوي. ايوه عادل هو راجل بيته، لازم يجي يتصرف مع جده. اوكي. ايوه يا عادل الحق جدك، ما بين الحياه والموت الراجل بيودع. قولي له بيودع بين الحياه والموت. غريب جدا، جدي بين الحياه والموت يا سيدي. ايه ده بابا؟ سته بين الحياه والموت؟ ايه متعلق يعني؟ يا خوفي بقى يكون هو اللي معلقنا. خلاص بقى دول نطلب له دكتور بقى. ده الطبيعي، لكن هو مش عايز دكتور، عايز محامي يا سيدي. خلاص يا دولا يمكن بيرتاح على ادويه المحامي ده. بقول لك يا دولا لو المحامي ده اغلى شويه ما تستخسرش، ده كدك برضك. استخسر ايه؟ المشكله مش في كده، المشكله ان جدي ده لو فعلا مات، وده احتمال بعيد يعني، ده ممكن يورثنا احنا كلنا. لكن لو بفرض ان هو مات واحنا اللي ورثناه بقى، يا انت قصدك ما انتش عارف جدي ده يعني، ده طول عمره بخيل، ده عنده املاك ممكن على مستوى العالم كله يعني. ايه ده دولا؟ هو غني قوي للدرجه دي يا عم؟ غني قوي للدرجه دي؟ يا نهار ابيض، ده مش مليونير، ده ملياردير. ده يملك على الاقل بتاع نص المغرب مثلا. الله يا دولا، الله، انت ابن حلال والله، وهتعمل ده ان شاء الله. دولا انت بقى لما هتبقى غني بقى كده هو هتعمل ايه؟ قول لي يا عارف. لو بقيت غني يا دولا بحلم ان اول حاجه اعملها
ارفدك يا رمزي. ايه ده دولا؟ ده انت مستني لما تبقى غني عشان ترفدني يا دولا؟ طبعا، لان طول ما انا فقير بتصعب عليا، وبعدين ايه يعني اللي يصعب عليك يفقرك، فانت عشان كده فقرني انت طول الوقت. لكن لما ابقى غني بقى، ده انا مش بس ارفدك يلا، ده انا هشردك. وعارف انا ممكن اعبسك، انا هيبقى لي بقى اصحاب عساكر وبتاع. ايوه دولا، بس كده يا عم هتكلف نفسك يا عم. نكلف نفسي ايه يا ابني؟ ما انا هبقى غاني. ده انا ممكن اشتري مثلا اوضه خرسانه من اللي هي تحت الارض، ضيقه وضلمه، واحبسك فيها بقى، وتبقى الاوضه دي كلها ايه، سلوك عريانه، سلوك كهرباء عريانه، مش مثلا عليها بلاستيك ولا بتاع، لا كلها عريانه كده ونازله من السقف، والارضيه كلها غرقانه ميه، عشان لو انت ما اتكهربتش تموت غرقان. ايوه دولا، بس ممكن ساعتها تبقى الكهرباء مقطوعه يا عم. انت تعقدها ليه؟ بص، هشتري 3 اسود ما كلوش بقالهم سنه، وهشتري 4 نمور. بتحب النمور؟ و4 نمور بقى ما كلوش عمرهم خالص، وقد شويه تماسيح كده اهو بتاع 50 تعبان سام مسمم، وكلهم بقى احطهم معاك في الاوضه الضلمه اللي هي بكهرباء وميه دي. الله يا دولا الله. بس يا دولا كده ممكن التعابين يا عم تقرص الاسود. انت طمنا يا دكتور محامي، طمنا. والله انا عملت اللي عليا والباقي عليكم. جدكم قرر يكتب وصيه. وصيه؟ انا قلت لك من الاول يا عادل، الراجل ده مش سهل، او جدك طلع مش سهل. وصيه ايه؟ لا حضرتك، الميراث يتوزع بشكل شرعي. طب الثرواتوس والوصياتوس دي مكتوب فيها ايه بالظبط يعني؟ هو قرر يكتب كل ثروته لاكتر واحد بيحبه وبيهتم بيه. الله يا بابا ستو. ليمونه على الاتعاب لو سمحت. سناء شوفي معاكي فكه. فكه ايه يا هانم؟ وانا ابيع له كبريت؟ رانيا شخليلي جيبك وحاسبي المحامي. ايه ده؟ انا معيش فكه حبيبي، انت قاعد تتفرج علينا ولا ايه؟ هو مش جدك ده؟ يلا يا بابا ادفع. لا لا ما تبصليش يا حبيبي جامي، انا ما عنديش لرجانات خالص. نجاة مامي بتندهي عليا. ثانيه واحده، اتكلم مامي وجايه لك تاني. ياسمين الحصاله بتاعتك هاتيها، افتحيها اكسريها طلعي اللي فيها. انا ما عنديش حصاله. يا بنت عيب كده يا بنت. الله الله، ده ايه الحب والاهتمام ده؟ ايه رايكم بقى انا هدخل اقول له لا فيكوا حد بيحبه ولا بيهتم بيه، وانا بس اللي بحبه مش هاخد منه فلوس، جايز يمكن يكتب الوصيه باسمي. ها ازيك دلوقتي يا بابي؟ انا عملت لك جوز فراخ عتائي، انما ايه هيرجعك لسن ال20. جوز فراخ ايه؟ انت بتاكلي عيل صغير يعني يا نعام؟ معقوله يعني انا اكل جوز فراخ وبعدين هبلع الفراخ بايه؟ فين اللحمه يا دعاب؟ فين اللحمه؟ ما انا بسلقها لك يا بابي. لا بس انا عايزها محمره وعايز يلا. حاضر هحمرها لك. خلاص واسلقيها بسرعه بقى. بقول لك ايه يا بابي؟ كده برضو تسويني بالناس اللي بره في الوصيه؟ ده انا كنت فاكره انك انت هتشيل لي نايبي على جنب. نايبك ايه؟ وانت هتورثي فته؟ بس يا بابي انت عارف ان انا بحبك، ومفيش حد بيحبك قدي. وتحبيني ليه يعني؟ انا عمري ما كنت اب حنين معاكي يعني، ده انا مرمطتك من وانت صغيره، كنت بمرمطك. بس بحبك موت. وحتى عمري ما جبتلك شوكولاتايه ولا حتى جبتلك صباع بتاع ده. برضه بموت فيك. وعمري يعني حتى ما جبت لك، فاكره ما قلت لك اجيب لك بسكليته اما انت تهببت نجحت فاكره؟ وانا خدت الفلوس بتاعت البسكليته ورحت صرفتها على نزواتي. كل الرجاله كده بيتصرمحوا عادي. انا ما كنتش عايزه ثروتك كلها، انا عايزه بس ربعها عشان اتسيغ بيه. خلاص يا نعام الصياغي، الصياغه يا نعام، انت بنتي وانا ابوكي وانا قاعد عند بنتي والصياغي وعلى رأي المثل، البنت قالت لأبوها عايزة ورثك يا أبا، أبوها قال لها سيبيني أفكر بقى، سيبيني أفكر. ها طب يا حبيبي فكر على مهلك، فكر على مهلك. وهاتي اللحمة يا إنعام بقى اللي أنا قلت لك عليها. هيا ماما كتب لك قد إيه؟ ما كتبليش حاجة، بس هيكتب لي. ها يعني هيكتب لك كام؟ قاعد بيفكر وبيحسبها مع نفسه عقبال ما أشوح اللحمة. ماشي، عقبال ما أنا أدخل له. تعالي هنا، هتخشي تروحي فين؟ انتي بتهرجي ولا ايه؟ الشرع بيقول واحد من عيلتكم واحد من عيلتنا. ده جده انا يا روحي، ده جده انا يا قلبي، انتي مالكيش فيه، انتي حيالله مرات حفيده. استني بس انتي، انا عايزه اقولك على حاجه يا سناء. يا حبيبتي جدك اللي بتتكلمي عنه ده بطر كل صله الرحم بينكم وبينه من ساعه ما كتب الوصيه. ها مش هتخشي له، انا اللي هدخل. انا عايزه اقولك بس على حاجه حبيبتي، انتي لازم تتعايشي مع الموقف لحد ما انا ادخل واطلع لك. لا مش هتخشي له. سناء بقولك ايه،
تعيشي يا قطة، تعيشي تعيشي. الجد هو الجذر، ونحن الفروع، وأولادنا هم الأوراق. إيه شجرة الجوافة اللي دخلت على ورقة دي؟ مش واخد بوابة فوزار زراعة؟ فوزار زراعة جدو حبيب قلبي، حضرتك عارف أنت بالنسبة لي إيه؟ غير رب أب، رب أب لم تتزوجه مامتي. ايه دهك عليها وخلي بيها ولا ايه؟ طوال الثمان سنوات المتتاليين من زواجي من عادل، مفيش حدث واحد هزني من جوه زي يوم مجيئك، يوم شروقك في صالة بيتنا. شروقك اللي هو الشروق والعبور والتجمع الخامس ودار السلام. دار السلام. لا 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 لا، يبدو اني فقدت القدرة على التعبير بحضورك الطاغي. جدو ساعدني على صياغة موقفي أرجوك. وانت كمان عايزة تصيغي ايه العيلة اللي مفقرانة دهب دي؟ لا مش درجة صيغة، مش هتوصل لدرجة صيغة، الحمد لله الواحد متسيغ يعني. هو كل الموضوع يا جدو نساعد الواحد يعني، المعايش يا جدو، المعايش صعبة قوي. هي بتبقى صعبة الأول يعني، وبعدين بيقولك إملاء وإملأ ما بين الخط، وضع خط تحت وضع القلم عشان نلم الورق، وبينجحوا على الحروك روك روك روك. الواضح أنا مش عارفة أوصل لحضرتك هو الموضوع، وما فيه إن الواحد اليومين دول ساعات كتير بيبات من غير عشاء. من غير عشاء، وفي ناس بتبات من غير عشاء وبيباتوا من غير فطار، والغدا ما فيش غدا خالص، والحمد لله واكلين شاربين نايمين، والحمد لله يلا اقوله ايه الراجل ايه ده؟ اقول لك حاجه يا جدو. ايه الرعب اللي انت عاملهولي ده؟ عايزه ايه؟ انا بحبك قوي. تحبيني؟ طيب يعني بصي، اكتبي ورقه بقى وفيها ايه تليفونك، وورقه فيها عنوانك، وورقه كمان ورقه بقى ارد عليك عشان افكر. انا هفكر. طب هو انت بتاعت حد؟ بتاعت عادل في ايدي. بتاعت عادل ده زباله، ما يطلعك بتعليلي. بتعليلي ما تخافيش، خدي وروحي هاتي لي لحمه، وهاتي لي فطير، وهاتي لي ام علي، وهاتي ام علي نفسها. خليها طبعا نقبك طلع على شنو وداكي بالشلوط. لا يا حلوه، الراجل بيعيد حساباته واملاكه عشان يعرف هيديني ايه. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش اي حاجه؟ لا هو من ناحيه جف هو جاب بصراحه. طيب اخش له انا بقى. لا ما انصحكش عادل تخش له خالص، لانه الحقيقه لما جاب سيرتك ما كانش بالخير خالص. الله، هو الراجل ده بيكرهني ليه؟ انا عملت له ايه عشان كل شويه يقعد يكرهني؟ ده انا مقعده في. بصي انا ماشي من البيت ده. تمشي من جتك مشش في ركبك. استنى اصبر لغايه ما احصل على الثروه بتاعته. قال تمشيه؟ قال ماشي. رانيا ما جابش سيرتي؟ ما قالش حاجه؟ ما كانش نفسه يقول لي حاجه؟ اهلا يا ابيحه وسماء. عارفه انا اكتر حاجه، ويعني انت واخده مني طول لساني وكده. ولسه يا جدي هاخد منك اكتر واكتر، بس احدف انت. وانت عايزه تورثيني؟ انت طمعانه. بس صدقني يا جدي، انا لو خدت ثروتك هصرف منها جزء ليك، هعمل لك سبيل ميه ساقعه كده عشان كل اللي معدي يجي يشرب كده من السبيل ويرتوي، يقعد يقول الله يرحمه راجل طيب، وهفتح لك حضانه الاطفال الصغيرين وهسميها جدو رواش، والاطفال الابرياء احباب الله دول كل ما يجي داخلين الحضانه كده يقعدوا يقولوا ايه الله يرحمه راجل طيب الله يرحمه. والاطفال اللي هيخشوا الحضانه وانت هتاخدي منهم فلوس كل سنه وفلوس الاوتوبيس؟ انت تكرهي المكسب يا جدو؟ انا اكره المكسب لاي حد. بطل شر، ده انت رجل برا ورجل جوه، ده انت بتموت. ويعني ايه يعني؟ يعني وانت هتعملي مدرسه وبعدين وانا عندي فلوس في البنك، وانت معانا وعندي فلوس في البنك. والارض انت هتخنصر وانت بتموت ولا ايه؟ انت ناسي الارض؟ ايه الارض؟ الارض اللي في الفيوم، وانا الارض اللي في الفيوم انا هتبرع بيها للحكومه عشان تعملها معتقل يعتقلوا فيه كل اعدائي. يا اخي يوم ما تبني ويوم ما تتبرع تبني معتقل، تبني لك ملجا للايتام. ملجا ايتام ايه؟ وانا يتيم، انا ابوه وام ماتوا، وملجا ايتام ايه؟ وعلى راي المثل قالوا يا جاريه اطبخي، قالت ابوه وام ماتوا عشان ايتام.
أعوذ بالله أعوذ بالله، ده يغول بفلوسه. إيه ده؟ خلاص أنا كنت متأكد إنه هيرفض. دولا أنا هدخل بقى أنا كمان بقى، علشان هو أنا متأكد إنه بيحبني أكتر واحد يا دولا. وبعدين هو وعدني أكتر من مرة إنه هيديني الساقية بتاعت الفيوم علشان أشرب بقى براحتي. لا يلا، ده هو عايز يشغلك على الساقية بتاعت الفيوم بدل الطور يا حمار. بس برضك أحسن من شغل البازار. بازار؟ خش خش إلهي ما تخرج. ماشي ماشي. بابا زيتو بابا زيتو هيموت، بابا زيتو بابا زيتو بابا زيتو بابا زيتو. يا حمار مش وقت الفقرات دي دلوقتي، اقعد اقعد اقعد. قول لي بقى بابا زيتو بقى، انت هتموت دلوقتي ولا كمان شويه يعني؟ والله يعني لسه بفكر بفكر بفكر. طيب بص انا عندي فكره حلوه قوي، ايه رايك تموت على الظهر كده الساعه 12؟ لا على الظهر الدنيا تبقى حر، وهطلع من عمر مكرم والاشاره وزحمه ومفيش اشاره وفي عسكري. بس انا عندي بقى فكره تانية، ايه رايك بقى بابا ستو انت تموت بقى بالليل علشان يبقى الدنيا تروى كده اهو، بس ايه بقى اهم حاجه؟ انك تكتب لي الساقيه بتاعت الفيوم. والفيوم فيه 7 سواقي وعليهم مشاكل في الورث وبعدين الاقصر بلدنا بلد سواح. واستنى وهفكر. لا انا مش هقعد استنى بقى، انا عايز اورثك واخلص بقى. لا وبعدين انا علشان اامن بقى مستقبلي يا بابا ستو، عشان دول دهون اكيد هيطردني بعد ما انا اشتركت في مغامراتك كده ضده، وبعدين الاقي بقى ساعتها فلوس اضرب بيها كوكتيل. هتضرب هتضرب يا مدمن يا مدمن يا اهبل، مدمن واهبل وتضرب كوكتيل يا اهبل يا مدمن. لا بقول لك ايه، عايز حاجه؟ هو راي المثل ويعني مدمن وعايز يورث ويضرب كوكتيل اهبل. ماشي ماشي ماشي، انا سبتك علشان قلت بقى هتقول حاجه كويسه، لكن بهبل تاني اقسم بالله لو ما احترمتش نفسك ما ورثكش. لا ورثني، تعال ورثني ورث، تعال ورثني ورث. لا لا اتحايل عليا كمان، اتحايل عليا كمان، اتحايل عليك يا جذبه. وخلاص وانا هورثك، انا هخليك تورث. بص حط ايدك تحت السرير. ما تقولش تحت السرير شايل لي الساقيه صح؟ ساقيتي يا اهبل يا اهبل، ساقيتي يا اهبل. هتلاقي تحت السرير ده في كيس بلاستيك وفي تفاحه وفي موزايا، وخده بيضرب كوكتيل وقطعه وبيضرب كوكتيل. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك تحت السرير. اه بص وهتلاقي هو في كذا كيس، كيس بينهم في تفاحه وفي موزايا، وهاتهم. لقيتهم بابا ستو بابا ستو. لا ما تخافش ما تخافش، انا بوت دقيقه كده وقفت على طول. ربنا يخليك اهو يا بابا ستو، ربنا يخليك يا رب، ربنا يا احلى جدو انا ورثته في حياتي عمرها. وانت طول عمرك بتقعد تورث جدود يا عم الايام اجداد الفراعنه. ايوه يا بابا ستو ربنا يخليك. بص بقى انا هطلع بقى دلوقتي علشان اخليهم يجيبوا لي سكينه عشان اقسم بقى الورث دون عليا. بس هو عادي يا ابراهيم، حد يضحك عليك والواد عادل اللي هفق ايديه وهياخد منك الورث اللي انا ورثته لك ده؟ لا عيب، ده انا ابو الرماميز. بص بقى يا بابا ستو انا هدي دولا ده بالذات بقى النوايا اللي بتبقى جوه الموزايا ده اهي. يعني الموزايا دي جواها نوايا؟ اه. يعني انت بتاكل اللي بره وبترمي اللي جوه؟ اه انا باكل اللي بره. بص يا بابا ستو كده اهو، يعني باكل دي انا عشان ساعات بنسى وبرميها واتزحلق فباكلها بقى. تاكل دي؟ اه وبرمي بقى البذره ده اهي. البذره دي انا ارميها لك، انا ارميها. يعني انت هتاكل دي؟ باكل بقى دي. طيب يلا قطعها على الكوكتيل مع التفاح، يلا اتكل على ربنا. الله ربنا يخليك يا رب، ربنا بابا ستو تجيب ارميها لك؟ لا هرميها انا، هرميها انا بطريقتي، يلا اتكل على الله. ربنا يخليك يا رب. يلا يا اهبل يلا. تعالى يا سمينة تعالى يا حبيبتي. وفعلا وعز الولد 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 والوات. وانتي عاملة يا ياسمين يا حبيبتي؟ وجهزولي جدي ابوكي يا ياسمين. جدو انا مش عايزك تموت. والله يا ياسمين ولا انا عايز اموت، بس هو بيبقى ساعات سنتين كده بيجوا كذا حد وبيجوا ممكن ابقى يلا. محتاجين حنانك اكتر من فلوس. ياسمين بقى ما تقعديش تقولي الكلام ده عشان ممكن اضعف واكتب لكم ثروت. انت عايزه ايه؟ مين يلغيني بعدك؟ وعندك امك بقى اقعدي لغيها وهي تلغيكي والعبي في مراخينها. مين اقول له يا جدو بعدك؟ بت انت جاي تبلي فينا يا بت؟ جاي تبلي فينا اوعى تكوني جاي تبلي فينا يا بت. انا بحبك، ده انا طفله صغيره ولسه ما اعرفش الكلام ده. بقى على مين يا بت؟ على جدو؟ بت اتكل على الله، اتكل على الله وروحي قولي لمسلطينك جدو طلع مش زهايمر وفاكر وعارف كل الحاجات ويلا.
انت ماما وانت بابا. انت هتعملي ايه فيها انور واجري؟ لا يا ولا اجري 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 بنت اتكي على الله اتكي على الله. حتى العيال الصغار علموهم ال يلا. بونسوار. ايه الطبقين المهلبيه اللي جم حلوا عليا دول؟ والواحد قاعد قاعده ناشفه وحته طريه. وتعال تعال 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 تعالوا اقعدوا 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 اقعدوا. والواحد ما بيصدق يلاقي يعني. وايه القعده دي؟ يا حبيبي اعتبرنا من هنا ورايح ان احنا الوان السما السبعه. اللي هو بتاع ليلى علوي. احنا اللي هنلون حياتك يا جدو. وهتلوروا حياتي بقى بالفرشه ولا هتدلدقوا على الارض ولا وانا بحب اي حد يضحك عليا ولا اكتب لكم ثروتي عشان انا اهبل انا اهبل. اوعى تقول كده على نفسك يا جدو. وانا بقول كده على نفسي عشان بضعف قدام الجمال يعني. وانا بضعف جدا. وكنت فين يا لحم لما كنت انا جزار؟ وكنت فين يا خشب لما كنت انا نجار؟ وكنت فين يا رز وعايز كام كيلو؟ روشتي حبيبي دمك زي الشربطاطة. عايزة اقول لك حاجة، اوعى تكون كتبت حاجة لحد، يعني تكون كتبت حاجة لإنعام، كتبت حاجة لسناء، حتى بنتي اوعى تكون كتبت لها حاجة. لا ورهبل ورهبل، لا ما كتبش حاجة. انا لازم الفلوس بتاعتي تقضيني لغاية اخر ساعة من ساعات عمري. وهي الساعة كام؟ حبيبي انت عارف مشاعراتي يعني نوحيك انت، ومشعوراتك انت نوحياتي انا، يعني احنا بنحب بعض مش كده؟ وعلى فكرة بقى يا جدو، انت لو في اي يوم من الايام فكرت تتجوز مامي، انا عمري عمري ما هبصلك بصة جوز ام او انك خدت مكان بابي او كلام الحاجات الغريبة دي. لا والله يعني انت بنت متربية يعني، وصراحة عرفت تربية سنية ويعني وبنتك ما شاء الله وكبرت وهي وكبرت وممكن اي حد يضحك عليها بس. طبعا يا حبيبي وانا كنت بلعب. اي نعم انا باخد بالي من نفسي ومن شبابي على طول، لكن برضو انا ما بنساش ان انا ماما. نزواتي هتضيعني هتضيعني يا اخوان. ابعدوا عني ابعدوا عني بس. انا اصلا يعني الفلوس بتطلع مني بالعافيه يعني. ده انا حتى اما بحلق الجنيه بيطلع للحلاق بعد وقت. يلا تأكد يا روشتي انك عمرك ما هتندم. انا عاوز اندم اصلا، عشان انا بحب يعني ان حد يضربني على قفايا. بحس اما حد يضربني على قفايا كانه ضربت مثلا زبادي خلاط. بألف هنا وشفا يا جدو. هبقى اقوم اطلب المحامي. لا انا عايزك تطلبي لي واحد شاي وبلاش المحامي بعدين، وبس حد يروح وحد يفضل عشان اقعد. مين اللي هيقوم؟ طب اقوم انا بقى اجيب الشاي. يا نهار اسود الحقوني بيتحرشوا بيا. انا متاكده ان الثروه هيكتبها باسمي انا. نو جامي يا ماما، انا متاكده ان هو وعدني انه هيكتب الثروه باسمي انا. وليه مش انا؟ الله، وليه ما يكتبهاش باسمي انا؟ لا اكيد انا. طبيعي انا صاحبه البيت وهيكتبها باسمي انا. لا 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 هيكتبها باسمي انا طبعا. لا طبعا باسمي انا. لا 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 لا. خشوا بتاعت ده هو ده بيتي وهو انا وعيال وبركولي. وانا اتجوزت وهتجوز يعني، ودي هتجوزها واخلف منها عيال ومش هموت النهارده. وهجيب 3 4 عيال 9 ويورثوني عشان وهي واسمها واسمك مش مهم اسمها. وبعدين يعني وانا اتجوزتها وهتجوزها. وانا لسه ما اتجوزتهاش بس يعني اوعى.